ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر واللي بتسجل أرقام غير مسبوقة، ده غير كمان حاجة إن بقى فيها ندرة يعني عدم توافر. هل التلاجة بالكامل أنا كمصنع بستورد كل معداتها؟ هل الغسالة بالكامل بستورد كل معداتها؟ هل مش في جزء مصر وجزء من الخارج؟ إيه سبب الارتفاع الجنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية؟ معايا على التليفون مهندس أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية. مساء الخير مهندس أشرف. عليكم وعلى السادة المشاهدين. بالراحة كده وننقنق مع بعض، لو قلنا إن الجنيه تراجع أمام الدولار بنسبة 17 إلى 18% بس 20%، هل ده مبرر يؤدي إلى رفع أسعار الأجهزة الكهربائية إلى أرقام تتجاوز هذه النسب؟ هقول لحضرتك حاجة بس عشان يبقى في توضيح للسادة المشاهدين. الدولار ده واحد من مجموعة أسباب بيؤدي إلى زيادة الأسعار، مش هو السبب الرئيسي. ده واحد من عدة أسباب. لو خدناها وتتبعناها كده هنقول إن نمرة واحد ارتفاع سعر المبلول البحري لأرقام عدت ال 600 اللي هو الشحن بتاع السفينة اللي جايبة مدخلات إنتاج الأجهزة الكهربائية. بالاضافه ان احنا عندنا ان احنا بنستورد تقريبا حوالي 85% من مستلزمات الانتاج من الخارج. بالاضافه لارتفاع اسعار المواد الخام في الخارج. طبعا مع ازمه روسيا واوكرانيا وارتفاع سعر التامين البحري كمان، كل ده حضرتك لما نحطه كده بنبروزه في قلب برواز بيؤدي في النهايه الى ارتفاع الاسعار. طبعا لا نغفل ارتفاع اسعار الطاقه بيحصل وارتفاع اسعار الطاقه اللي حصلت من اسبوع، لان ده برضه بيؤدي الى ارتفاع سعر النقل، والنقل بيدخل في تكلفه المنتج، فده بيؤدي الى ارتفاع الاسعار مش الدولار لوحده. طب حاليا متوسط ارتفاع الاسعار كم في الميه؟ شوف، في حاجات حضرتك زادت 5%، وفي حاجات زادت 8%، وفي حاجات زادت 10%، وفي حاجات زادت 12%. ده اقصى حاجه 12؟ دي حاجات زادت 12. يعني لو انت كنت بتشتري جهاز كهربائي ب 1000 جنيه يبقى اقصى حاجه هتدفعها 1120؟ بالظبط. لا، وفي حاجات حضرتك النهارده مثلا ثمنها 7500 ووصل ثمنها 8.5 ل 8500. عشان كده بقول لحضرتك هي الاسعار كلها بتتراوح، لما نيجي نعمل متوسط زياده في الاسعار ممكن نوصل ل 8%. طب ماذا عن الوفره بقى؟ هل متوفره الاجهزه؟ شوف، انا هقول لحضرتك حاجه، احنا الحمد لله يمكن بنمتاز ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي في الاجهزه الكهربائيه. ايه اللي ما عندناش فيه اكتفاء ذاتي؟ المقاسات الكبيره. يعني الاحجام الكبيره من شاشات التلفزيون، من الغسالات، من الثلاجات، دي علشان احنا بنستوردها من الخارج، مع طبعا مشكله الاعتمادات المستنديه وتدبير العمله، فده ادى الى ان اصبح في ندره في النوع ده من المتطلبات ديت، والمتطلبات ديت نسبه الشراء بتاعتها مش ضخمه قوي علشان تعمل تاثير معايا. مش ضخمه قوي لدرجه انها تعمل تاثير. ما بتتعداش 3-4% من حجم الاجهزه الكهربائيه اللي في مصر. يعني دلوقتي اللي عايز ثلاجه، بوتاجاز، غساله، يروح اي ماركت كبير هيلاقيها. متواجد صناعه مصريه من اكثر من ماركه، وماركات محترمه جدا 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 ومتوفره. لكن ما هو مستورد بقى صعب، صح؟ لكن بقى هو مستورد بقى فيه ندره. المستورد بقى فيه ندره طبعا. هقول لحضرتك يعني خلينا نكون منطقيين، يعني النهارده لا، مش هستورد الثلاجه وانا محتاج قمح يعني. بالظبط، مش هستورد الثلاجه وانا محتاج قمح. اشكرك شكرا جزيلا مهندس اشرف هلال رئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه باتحاد الغرف التجاريه.